شاهدت واحدا من أبشع مشاهد تقهقر الدولة وانحلالها، مشهد يذكر بأن غياب مرجعية مجلس الوزراء ليس تفصيلا، ويذكر أيضا بمشاهد أخرى من التعديات راكمت ضربا في هيبة الدولة وتشنيعا بالمؤسسات التي لم يبق منها إلا هياكل مهجورة من الحياد وفاقدة القدرة على أن تكون على مسافة واحدة من الجميع وضامنة لحقوق الناس كل الناس. على مدى ما يقارب 3 سنوات سعيت أن أكون خادما في هذه الجمهورية منطلقا من ثقة فخامة رئيسها، متجردا من أي اصطفاف، مرجعية الدستور والقانون وهم حماية السلم الأهلي، على الرغم من كل التحديات وكل الانتقادات. أما اليوم فيبدو لي أن المنطق في إجازة بعدما أصبح الدستور والقانون وجهة نظر، وقد تيقنت بعد الأيام القليلة الماضية وما تخللها من محاولات صادقة لمنع الانفجار وفق ما دأبت عليه باستمرار، تيقنت أن المشكلة أكبر بكثير من ظاهرها. ولأنني لا أرغب في أن أكون شاهد زور أمام انعدام لغة المنطق لا تهربا من مسؤولية، ولأنني أرفض أن أكون وزير تصريف أعمال يقتصر دوره على تسيير أعمال الوزارة بتوقيع البريد العادي، فيما سلطته على بعض المديريات التابعة له مجرد نص قانوني معطل، وفيما الإجراءات المسلكية لم تعد تجدي نفعا، ولأنني أرفض أن ينتهك الدستور عبر تكريس سوابق تسمح لأي كان أن يسقط صلاحية الوزير أي وزير، ولأنني لم أكن ولن أكون طرفا في صراع من شأنه أن يأخذ البلاد إلى مهالك محتمة، كل ذلك بمعزل عن أي موقف سياسي مصطف. فالفريق السياسي الذي ينتمي إليه الوزير شربل النحاس لم يوفرني، كما أن لا خصومة بيني وبين الفريق المواجه له، بل المودة والاحترام المتبادل للفريقين. كل ذلك وقوى الأمن الداخلي هي في كتابي مؤسسة تخص كل اللبنانيين، وإنجازات ضباطها وعناصرها وشهدائها أوسمة على صدرها. في ظل كل ما تقدم، وحتى لا يصبح وجودي في وزارة الداخلية والبلديات مقتصرا على تسيير البريد وهو ما لا أقبل به، وبما أن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة يستطيع أن يقوم بهذا التسيير أو التيسير حفاظا على مصالح الناس، لذلك أعلن عن تمسكي بالدستور والقانون مرجعا، وأقول للبنانيين إن أخذهم وأخذنا جميعا رهائن لم يعد مقبولا، وقد حررت نفسي من أن أكون أسيرا لهذا الموقع بما تحول إليه، متمنيا أن يغلب الجميع لغة العقل وينقذ ما تبقى من سلطة دولة وانتظام مؤسسات وسلم أهلي أخشى عليه كثيرا. شكرا.